السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نستعرض القائدين القادمين للرماة ويعتبرون أحد أقوى إضافات تشكيلة الرماة، أمانيتور. أتوقع يعني تنطق بهذا الشكل، هذه هي مهاراتها. طبعا معانا اخونا بسام، احد قادة التي دبليو في 307، لعل يفيدنا الان برأيه عن امانيتور. بالنسبة للقائد الرماة الجديد امانيتور، من المتوقع ان ارتميسيا راح تستفيد من حصانة الصمت اللي تقدمها في مهارتها الخاصة. بما ان ارتميسيا تصمت نفسها في مهارتها الرابعة، هذا الشيء راح يبين مع التجارب إذا كانت هذه النظرية سليمة أو لا. وبشكل عام مسار الدعم يخليني كلاعب أفكر ألعب في أمانيتور كأساسية، لأن هذا المسار يولد عاصفة الغضب بشكل أسرع، وبدون أدنى شك قادة الرماة بينفعون معها، وراح نشوف التجارب تبع القائد، وممكن يكون فيه غير أرتميسيا يكون فعال معها. جلجامش طبعا هذا هو المهارات اللي يقدمها. وناخذ رأي اخونا سفاح المري عن موضوع جلجامش بعد يعني نقاشات مطولة، فهذه هي الخلاصة. واضح من المهارات انه هو مضاد زينوبيا، والأكيد أن الكومبو المناسب معه راح يكون نبوخذ بسبب مهاراته وبالذات الضرر المعاكس أثناء الحشود. وعموماً التجارب في النهاية هي اللي تحكم، وأنا صراحة أشوف الفري تو بلاي ممكن يمشي معاه بأول مهارتين ماكس، وتنفع في السوار مع المباني في التابوت بسبب الديباف اللي يقدمه في مهارته الأولى وزيادة الأضرار في المهارة الثانية. أما المهارة الرابعة والخاصة فيه هي بالأساس لجل زنوبيا وأي قائد يستخدم أي تأثيرات علاجية مستقبلاً. قادة الرماة الحديثين هم الأخطر، فشاركونا آراءكم بالتعليقات عن كيفية إيقاف هذا الوحش المدعو بجلجامش. نبغى نشوف آراء متنوعة عن الكاونتر المناسب له. في رابط دعم للقناة لمن أحب دعم القناة بالأسفل. يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.